مبدئيا لازم انت كمحامي مهني تعرف يعني ايه شركات، انواع الشركات ايه. هو اي واحد عايز ياسس شركه هاسس له شركه؟ لا، هناك بديهيات في هذا الفرع من فروع القانون، الا وهو تاسيس الشركات. لابد ان نفرق فيه ما بين شركات الاموال وشركات الاشخاص. يعني ايه شركات اموال ويعني ايه شركات اشخاص؟ شركات الاموال يا شباب اللي هي المساهمه والمسؤوليه المحدوده، هو ذلك النوع من الشركات الذي ينظر الى المال فقط بغض النظر عن الاشخاص المشاركين فيه. يعني الشركه المساهمه الفيصل بها هو السهم، مين اللي مالكه لا يعنينا. الجمعية العامة لما بندعي لها بندعي لحملة الأسهم، أهم حاجة السهم. أما في شركات الأشخاص اللي هي التضامن والتوصية البسيطة، فهو العامل الرئيسي فيها هو الشخص. طب إيه الفرق بين ده وبين ده؟ ما يصلح لذلك لا يصلح لهذا. بمعنى جالك موكل هو وابنه ومراته عايزين يعملوا شركة، الأمور عائلية تماما، تسيطر عليها رب الأسرة هو الحاكم، يبقى احنا نعمل له شركة أفراد. ليه؟ لأنه في شركات الأفراد اللي هي التضامن والتوصية البسيطة الفرد هو أساس الشركة. طالما أسسنا شركة تضامن فالشخص الذي في العقد يدور وجودا وعدما مع الشركة. يعني أي قرار لابد أن يكون مشترك للشركة، لو هنغير جمعية عامة أو هنغير جماعة الشركاء أو هناخد قرار مصيري للشركة. ما ينفعش شريك في شركات الأفراد يطلع ويتخارج من الشركة إلا بموافقة مين؟ جميع الشركاء، كلهم لازم يوافقوا. طب شركات الأموال فيهم الكلام ده؟ لا، شركات الأموال اللي هي المساهمة والمسؤولية المحدودة لها نظام خاص بها. لما يجي رجل أعمال يأسس شركة فأنت تنصحه أنت عايز تشتغل في إيه وعايز مين معاك في هذه الشركة، وهل هذه الشركة بها نشاطات معينة أم أنك تريد شركة عامة. ليه؟ لأنه أنا هحكم عليه وأقول له تشتغل في إيه بمشورة المحامي. هيجي بعد 5 سنين وهو شغال تحصل عنده مشكلة هيرجع فيها لمين يا شباب؟ هيرجع لمين؟ للمحامي. وما ينفعش سيادتك تدي له استشارة قانونية وتصبح غير مسؤول عنها، لأنه ده على تراكم السنوات هيؤثر في سمعة المحامي. يقول لك والله فلان ده ما يعرفش حاجة، ده غرقني. صح؟ احنا مش عايزين نوصل لكده، عايزين المحامي اللي يتعرض لتأسيس شركة يكون واعيا تماما لمشاكل الشركة قبل الشروع في التأسيس. يعني أنا وأنا بأسس الشركة لازم أعمل حساب اجتماع الجمعية العامة هيكون فين، عشان لما تحصل جمعية عامة ويحصل دعوى بطلان أنا كمحامي الشركة عيب يتعلم عليا. عيب لما اقول له والله ده كان المفروض يتعمل الاجتماع بتاعها في مدينه القاهره او الجيزه طبقا للنظام الاساسي. طب يا استاذ انت ما قلتش ليه الكلام ده؟ ما انت حاضر. ينفع؟ اذن فتاسيس الشركات لابد ان تحتاط فيه، وانت بتتعامل في اموال وارقام كبيره لازم الانسان يكون على قدر المسؤوليه. جه رجل الاعمال والله يا استاذ انا عايز اعمل شركه. طيب طالما هو هيدخل فيها ناس مختلفين ورأس ماله كبير، أنا أنصحه أنه يعمل شركات أموال. ليه يا شباب؟ لأنه شركات الأموال أولا أن المسؤولية تقتصر فيها على حصة الشريك. الراجل دخل بألف سهم، هو يسأل في الألف سهم. الشركة دخلت في السوق وخسرت 1,000,000 جنيه، ما يجيش حد يخبط على باب بيته، لأنه الحصة بتاعته تقتصر على إيه؟ على الأسهم بتاعته بس. لكن في شركة التضامن
والتوصية البسيطة شركات الأفراد، فهو مسؤول مسؤولية شخصية وتضامنية في ماله الخاص. الله، يعني أنا عملت شركة تضامن ودخلت السوق وخسرت وجاء عليها تنفيذ المحضر، هينفذ على محمود محي الدين على عربيته وبيته؟ محامي شاطر يعمل كده. ليه؟ لأنه في شركات الأفراد المسؤولية مسؤولية تضامنية، طالما أسست شركة فأنت مسؤول في مالك الخاص. رجل الأعمال ما يحبش كده، رجل الأعمال بيلعب في السوق بيزنس، أنا هشتغل الشركة هي تبقى مسؤولة، يبقى أنت تاخد شركات أموال. اللي هي إيه يا شباب شركات الأموال؟ تمام، مساهمة والمسؤولية المحدودة. التوصية بالأسهم هي الشركات المختلطة. ليه سيادتك؟ لأنه فيها شريك موصي اللي هو مسؤول مسؤولية فعلية عن الإدارة، وفيها شريك مساهم اللي هو بالسهم، فهي من أنواع الشركات المختلطة وليست من شركات الأموال أو من شركات الأشخاص. القانون ما عليك، في عندنا قانون 102، قانون 59، وفي قانون 72. أنا لما أجي أسس شركة على قانون توصية بالأسهم هيبقى عندي فيه إيه؟ واحد موصي مسؤول في ماله مسؤولية شخصية زيها زي التضامن، واحد مساهم بالسهم لا يسأل إلا في قدر إيه؟ حصته فقط. يبقى الشركة هنا فيها إيه؟ نوعين. نعم، الشريك يا فندم. نعم فندم. طيب ماشي النقيب بيقول خلي الأسئلة، هنفتح باب الأسئلة بعد المحاضرة. لا يا فندم، يسأل ويسأل يا فندم عن إدارته الفعلية للشركة، وبعد المحاضرة هوضح لسيادتك وهشير لحكم محكمة النقد ممكن ترجع له. طيب، عملنا يا شباب الشركة وأسسناها. شركات المساهمة إيه هي؟ أول ما أجي هتكلم إيه هي شركات المساهمة. شركات المساهمة هي تلك التي تتكون من أسهم. تتكون من إيه؟ من أسهم. يعني باجي أقول عندنا هكون شركة مساهمة من 10,000 سهم. القانون قال لك الأسهم ما حددهاش، ولكن حدد قيمة إيه؟ السهم الواحد. لا يجوز تجزئته. السهم لا يجوز تجزئة السهم، هو السهم تتعامل به كسهم. في حالة وجود السهم أنا كشريك في الشركة بكون من مؤسسي الشركة أو من المكتتبين. في شركات المساهمة عندنا نوعين في التأسيس، واحد اسمه مؤسس اللي هم لا يقل عن 3. القانون قال إنه قانون في تأسيس الشركات المساهمة لا يقل عن كام؟ عن 3 مؤسسين. أما ما يزيد عن ذلك فأنت وشأنك. في المسؤولية المحدودة لا يقل فيها عن شريكين.